كمان على مستوى فريق النصر السعودي بروزوفيتش طبعا اللاعب الكبير النجم الكبير يعني بينتقل كمان الى النادي النصر السعودي. حسم طبعا نادي النصر التعاقد مع الكرواتي بروزوفيتش لاعب وسط انتر ميلان، وهيكون موجود في صفوف نادي النصر السعودي من الموسم القادم. فابريزيو رومانو ده طبعا خبير الانتقالات واللاعبين والمدربين في اوروبا كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: وقع مارسيلو بروزوفيتش على عقود انتقاله الى النصر السعودي حتى 2026. كمان قال ان الرسوم النهائيه لهذه الصفقه انتقاله الى النصر بلغت حوالي 18 مليون يورو. يعني طبعا التعديلات اللي طرأت على التفاصيل الماليه للصفقه يعني لعبت دور في تاخر الاعلان على هذه الصفقه. كان اتفق النصر في البدايه على دفع 23 مليون يورو للانتر مع 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب، ثم طلب بروزوفيتش حوالي 100 مليون يورو في 3 سنوات. لاحقا قرر النصر طبعا خفض سعر الشراء المتفق عليه قبل ما يصل لاتفاق جديد مع الانتر بمبلغ 18 مليون يورو. طبعا بروزوفيتش كان طبعا احد اهداف برشلونه للانتقال لبرشلونه في هذا الميركاتو الصيفي، ولكن حسمت الصفقه لصالح النصر السعودي. طيب